ابنة محافظة سويدا السورية صاحبة 21 سنة وطالبة بعلم الاجتماع. من خلال أدوات بسيطة قدرت الشابة هبة حمزة تخوض بعالم المكياج السينمائي وتعمل أفضل اللوحات اللي بتخلينا بمجرد مشاهدتها فعلياً نفكر الحالة حقيقية. هبة بديت بموهبتها من حوالي السنة وبلشت تنشر أعمالها عن طريق صفحتها على الفيسبوك، وبعدها عم تشتغل على حالها لتوصل للمرحلة اللي بدها إياها. بالرغم من أنه وجوه أصدقائه وأهله وأطرافهم هن اللوحة الرئيسية اللي عم تشتغل هبة عليهم وترسم، إلا أن ناطرة الفرصة الحقيقية لتعطي بكل طاقتها لعمل يكبر اسمها أكتر وأكتر.